عند مسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. فمعنى هذا الحديث أن الشيطان لما رأى الناس في جزيرة العرب فيما مضى يدخلون في دين الله أفواجا، وقع في قلبه يأس أنه لن يوقع أحدا منهم في الشرك، لكن هذا إخبار عما وقع في قلب الشيطان، وليس المقصود أنه لا يقع حسا، بل إن جزيرة العرب ليست معصومة من وقوع الشرك فيها، بل قد وقع فيما مضى في الوقت القريب، وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووقع حسا وواقعيا. قال كما في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس حول ذي الخلصة، وهو صنم يعبد، وكان في الجزيرة العربية في سنوات متأخرة مضت حتى هدمته الدولة السعودية وفقها الله في أوائلها.